مش عجباني الميوزك دي بصراحه، ادائكم مش عاجبني النهارده. طب ايه رايكم بقى ان انا عندي واحده احسن منها؟ اهلا بكم في جو شو. 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 مرحبا بكم في جو شو. اهلا بكم في جو شو. جو شو. جو شو. جو شو. جو شو. جو شو. تابعونا كل يوم خميس حصريا على شاشة التلفزيون العربي. حصريا على شاشة التلفزيون العربي، على صفحتنا على الفيسبوك الساعة 10 الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، كل خميس من ألمانيا، من لبنان، من فلسطين، من اليمن، سوريا، من الجزائر، كوالالمبور، من تونس الخضراء، من الجزائر، من تركيا، أمستردام، من اليونان، المغرب، من جمهورية الصين الشعبية تشانشون، بلجيكيا، بلجيكيا، من مصر، الطائرة الخاصة لنشأت الديهي وأحمد موسى، سودان الثورة، ترلاكن، سويسرا، من العراق، من مصر، فلسطين، لوس أنجلوس، جنوب أفريقيا، والله من ألمانيا، من فين؟ من تونس، جون شو ليس، هوزم ألمانيا، طرابلس لبنان، من ساحل الثورة، كلهم يعني كلهم. شكرا لكم مرة ثانية. أنا بس الصراحة يعني بعد ما سمعت الميوزك ديت قررت ناوي أمضي عقد احتكار مع الفرقة بتاعتي مدى الحياة. آه والله يا أبونا عرفت قيمتكم دلوقتي، عرفت قيمتكم فعلا. لا الحقيقة أنا حزين جدا على الحالة اللي الوطن العربي وصل لها الأيام ديت. أنا الصراحة أنا طول عمري حزين على الوطن العربي، بس المرة دي حزين شويتين زيادة. آه طول عمرنا عندنا مشاكل وبنضرب في بعض وبنعضعض في بعض، بس في الأول وفي الآخر مننا فينا عرب في بعض. لكن ما نسمعش لحد غريب كده مثلا زي ترامب يتدخل وسطينا. يعني ايه يبقى قاعد كده يقوم مطلع لنا ايديه ويقول لنا لا، يقوم مطلع لنا ايديه ويقول لنا ان القدس عاصمه اسرائيل. ايه التهريج ده؟ ويوم ما يعجبناش يقوم مهوش بايده الثانيه ويقول لك ان نغتال قائد ايراني في العراق. لا بقول لك ايه يا ترامب، بقول لك ايه محدش عارف يقف قصادك ولا ايه؟ لا يا ترامب، لا لو سمحت كده هتضطرني بقى استخدم سلاحي السري. عارفين سلاحي السري؟ لا، الإعلام المصري هو سلاح السري. عندنا إعلام يقدر يشوه صورة أي حد. استخبى بقى يا ترامب، استخبى يا ترامب وخش يا إعلام يا مصري. في فضيحة جديدة للأستاذ ترامب، مذيعة في الفوكس نيوز بتقول إن الرئيس طلب مني تبادل قبلات، مش قبلة واحدة. وذلك عقب تحرشي بقى وصفا إياها بالصحافية الأكثر إثارة في البلاد. هي مين فيهم اللي لابسة أبيض ولا أحمر؟ اللي لابسة أحمر دي أكثر إثارة، ده قد أمي. اتأكدوا له النبي عشان ده مهم قوي. وخاصة ان كل اللي واقفين يعني من النوع اللطيف قوي. ربما تكون اللي لابسه ابيض يا جماعه، انا الصوره مش واضحه بالنسبه لي، هاتوا لي الصوره لو سمحتوا يا جماعه. لا فعلا معاه حق ترامب. لا فعلا معاه حق، معاه حق، لا تستحق فعلا الواحد يتحرش بيها، بس برضه حاسس ان الصوره مش واضحه. هاتوا لي الصوره لو سمحت بسرعه يا جماعه، مفيش وقت، مفيش وقت الحاجات دي، الحاجات دي ما فيهاش هزار. الحقوني كده وانا سخن. طب اعمل لي زوم عليها كده. طب ينفع تقصها لي وتطبعها لي؟ بس حجم كبير وحياتك. يا سيد، يا سيد سخنت كده ليه يا سيد؟ دي صورة حتى مش فيديو يا أخي. وإيه اللي كل واقفين من النوع اللطيف؟ خامة حلوة فعلا، لا شغل مستورد. ده أنت ناقص تقول مش زي الأنواع اللي بيجيبوها لي القناة. لا لا لا، سيد ما يقعدش لوحده بالليل في القناة أبدا، وشفروا له كل القنوات. سيبوا له بس سبيس ستول. قعدة كوكب زمرده. أنا بقول نسيب صراعات ترامب خالص دلوقتي لحد ما يبقى عندنا إعلام يقدر يسد معاه، عشان بصراحة سيد حالته ما تصورش خالص. بس على ذكر الإعلام بقى، دايما بنشتكي إن الإعلام المصري بيعيش حالة ركود إعلامية بقاله سنين. تقريبا النظام المصري كمان حس بده وبدأ فعلا يعمل تغيرات جذرية في الإعلام، كلها بتقول إن إحنا داخلين على عصر جديد من الانفتاح وحرية الرأي. الفترة الجاية فيها انفتاح أكبر في مجال الإعلام، في تطور مذهل، ونبتدي بقى نعيد تنظيم الصفوف بشكل أفضل، زي ما نقول كده إعلام حرفي. الأشياء هتتفتح أكتر وهتتغير. في حركه مذيعين ومذيعات داخليه. وائل الابرشي زميلنا الاعلامي هيسيب قناه اون عشان يعمل توك شو الرئيسي في القناه الاولى بالتلفزيون المصري بالمشاركه مع الاعلاميه ريهام السهلي. ناس بتتنقل عمليه نقل جماعي تروح لقنوات ثانيه. في التوك شو الرئيسي على قناه اون الزميل الدكتور خالد ابو بكر هيشارك الاعلاميه بسمه وهبه. ربما يبقى في يوم مشترك بينهم وكل واحد فيهم ياخد 3 ايام، فلان يروح هنا، فلانه تروح هنا، هنشيل فلان هنجيب فلان. الاعلامي ايضا حسين الحداد هيشارك الاعلاميه لبنى عسل توك شو الرئيسي على قناه الحياه، وعوده الاعلاميه امان الخياط. سربرايز ماذر. اللي انا بقراه ده بحس ان احنا بقينا طبق سلطه. صحيح، ليه بتعاملونا كاننا طبق سلطه يعني؟ ابتايزرز كتير يعني. انا كانها حمص مثلا، طحينه يا اخي. من طبق سلطه تقلبونا شويه، تعصروا علينا ليمون. طبعا انت سمعت كلمه ليمون جيت جري. انا بقول لك ايه، خليك الله يخليك في المقابلات بتاعتك دلوقتي ومع الشوربه، مش وقتك خالص. لكن انا على المستوى الشخصي مبسوط جدا ان امال الخياط رجعت، ورجعت ببرنامج اسمه الكبسوله. مالك يا استاذ اماني قفشه ليه كده؟ انا بقول لك الكبسوله مش اللبوسه. طبعا لو عرضتي عارفه كويس قوي الكبسوله هتتحط فين. الاستوديو اللي هناك انت عارفه مكانه. بس برضه زي ما كان في تغيير كان في مشاركه برضه، يعني بسمه خدت 3 ايام وخالد 3 ايام، ويوم الجمعه هيطلعوا براسين عشان يوفروا يعني حق البدله وكده. بس انا شايف برضه بشره لبنى عسل ما تمشيش مع حسام حداد، يعني خالد ابو بكر كان بيدي بريق لون عينيها اكتر. عارف بقى لو نضيف عليها السن التامر امين شعره الفضي ده هيدي ضي ورا كده عالمي عالمي. على فكرة احنا لما كنا بنقصد تغيير في الإعلام كنا نقصد تغيير المحتوى، علوا سقف الإعلام مش تغيير كراسي. قاعدين تقول لهم قاعدين بتقول لهم كل شوية واحد يقول القناة ديت للقناة دي، وده يروح القناة ديت وده يجي القناة ديت. ده المذيع ما بيصدق يا جماعة يظبط الكرسي ويلاقي ركنة الجراج تحت، تقوم تقول له كده بسرعة. وأنا كمان بصراحة يعني مش فارق معايا الخريطة الإعلامية دي كلها. مهما حصل تغيير ففي الآخر كل الإعلام المصري بيطلع يعمل حاجة واحدة بس، أنتوا عارفينها. بالظبط. عيب. إيه ده؟ هو كان على بقي؟ انا مش مصدق، هو رجع ولا ايه؟ طب هجرب تاني؟ الإعلام المصري بيعمل حاجة واحدة بس، كلكم عارفينها. بالظبط. عيب. هو؟ وحشتني. اوه أخيراً. أيوه كده، أقدم الحلقة وأنا فرحان. هو رجع؟ ده أنا كنت بقعد أدور عليه في وشوش الناس. بنزل اسواق الجواف ادور عليه ومش بلاقيه. بجد اخيرا رجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم. الحقيقه انا بعيد عن الشاشه منذ عده اشهر، طبعا الشاشه وحشتني. احنا هنحاول في هذا البرنامج ان احنا نسلط الضوء على قوه مصر الناعمه. ايه ده؟ الغطي؟ ماشي، الحمد لله على السلامة يعني، بس مش كنت مستنيك بصراحة. بس اوكي، يلا الحمد لله على السلامة. بس واضح انك راجع بكلام كتير عايز تقوله، واضح من اسم البرنامج، كلام الغيطي. طب سيبنا من نشأت، حمستني. ايه موضوع القوة الناعمة ده؟ من زمان بقرا على الموضوع ده على فكرة، واعرف ان كل الدول عندها قوة ناعمة بتستخدمها في الحروب الباردة. بس هل قصدك على حرب الجواسيس ولا الحرب الإلكترونية ولا الحروب النفسية؟ لا بجد قول لنا قصدك اي نوع من انواع الحروب اللي قول لي، شوقتني. احنا هنحاول في هذا البرنامج ان احنا نسلط الضوء على مزة على الشاشه، وكنت لابسه فستان بطريقه معينه ومتجسم معين. نحاول في هذا البرنامج ان احنا نكشف لكم. البوس مهم عشان يرفع الذكاء، بوس الرجل الذكر للانثى. نصنع الامل ونصنع التفاؤل. ما فيش مره شفت مشهد اغراء لماما، مشهد رقص، مشهد هي بترقص حلو. وانا غالي بترقص رقص شرقي حلو قوي على الشاشه. ونصنع القيمه والانجاز، يعني اي اتنين يحبوا بعض يبوسوا بعض فرنش كيس بقى والقبلات دي. نحاول التنوير، ونحاول ايضا اضاءه كشافات وقناديل العلم. ماما عملت دوشه جامده قوي لما قالت انا مع حريه مشاهده الافلام الفورد. اعتقد انه ازمتنا الحقيقيه هي الوعي. القبلة دي تبقى شرعية ولا غير شرعية؟ والآن إلى أهم عناوين هذه الحلقة. حديث الصحافة إنه واحدة عشقت سجادة وبعدين قامت عاملة حفل زفاف مع السجادة وصاحب وإيه، باعتبار إن السجادة يعني سجاد مش سجادة بقى غفر. لا ما شاء الله عليك يا غيتي، متمسك بمهنيتك في نقل الأخبار. السجادة كانت ذكر مش أنثى عشان الناس اللي هتفهم غلط. أصل لو سجاد كده هتبقى قوة خشنة مش ناعمة. بجد؟ هي دي القوة الناعمة يا غيطي؟ أنت كده بتسجدنا. على فكرة يا غيطي، سجاد جمع سجادة، وهي اتجوزت سجادة واحدة، فهي السجادة. أحيانا أنا بشرح لك إيه؟ بشرح لك إيه؟ بس عاجبني المواضيع المهمه اللي انت بتناقشها بعد رجوعك، يعني انت تغيب يوم ما يرجعوك ترجع تتكلم في الحاجات دي. طرقة رقص شرقي حلوه قوي على الشاشه. ده ماما بترقص حلوه قوي، بابا يشهد برضه. كان ناقص يقول لها طب ما تقوم تهزلنا شويه كده ننعم القوى الخشنه. ده اللي كان ناقص. لا برضه يا جماعه، الغيطي ايه؟ مش ده اللي كنت مستنيه. الغيطي مش راجع يتكلم في السياسه، يعني كل مواضيع حلقاته بوس واحضان وسكاكين. ولا العف في قناه الحدث هي اللي مسخنه المذيعين يعني. اتمنى بعد كده ما تقعدوش سيد علي مع الغيطي، عشان لو طلعوا بعد كده في برنامج واحد القناه هتنقل على الاوروبي وهتبقى الدنيا. يا يوسف اختشي، يا يوسف عيب اهو يا جدعان، والله كنت هقفشه. انا بتخيل ولا مش بتخيل؟ بجد يا جماعه هو ولا مش هو؟ طب هجرب تاني كده، هتبقى الدنيا. يا يوسف عيب. ارجع بقى يا نشأت بقى، ارجع بقى، انا زهقت من الشريطه السوداء اللي على بقي دي، بجد بحس بقي عريان من غيرك. ارجوك يا نشأت، انتوا بتخدعوني يا جماعه، هو ما رجعش صح؟ الى جمهوري في مصر، وحشتوني. هنقدم ايه في هذا البرنامج؟ هنحاول ننقل لكم نبض مصر بناسها، بمحافظاتها، بآمالها وآلامها. سؤالنا هو، هل الرجل العربي رومانسي؟ والله على حسب، هل هي متجوزة راجل ولا سجادة؟ يا لميس بعد الانقطاع ده كله مرجعينك عشان تسألينا هل الرجل الشرقي رومانسي؟ واد الملك مقريفة قوي كده ليه وانت بتقوليها؟ هو في حد رومانسي قفش عليكي ولا ايه؟ لا اهدي النار. بعدين في حد يسأل السؤال ده وجوزه عمرو اديب اللي مصاحب برنس الرومانسية كلها؟ بحب تموت، احب برج الحوت. هي اصلا برج العقرب مش الحوت. ولا يهمك، بقول لك ايه، خليه يكتب لك حاجه كده على برج العقرب ويخصم من حساب عمرو. ما يهمكيش. لميس ايه يا جماعه؟ مش فارق معايا بصراحه برضه رجوع لميس ولا حتى الغيطي، كده كده كله راجع يا يوسف عيب. ايه ده؟ هو كله طالع يا يوسف عيب يا جدعان. مفيش هزار في الحاجات دي مشاعر برضه. لا انتوا بتلعبوا بمشاعري. انا بصراحه مش مصدق ان نشأت رجع. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم من جديد. رجعنا تاني، راجعين لعشرة. نرجع بقى نشتغل، نرجع بقى نشوف هنعمل ايه. هناك اناس من ذهب وقفوا. سيرك تقوم وترجع تاني ونشكس في بعض. سألوا، هسأل عليك كل حلقه. تفاعلوا. يلا يا نشأت. كان كلما دخلنا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي نجد هذا الكم من الرسائل التي تجعل الإنسان يشعر فعلا بأنه على الطريق السليم يسير. أنا بشكر الناس، الجمهور اللي سأل علينا. أنا تفاجأت حقيقة الأمر، لم أكن أتخيل هذا الكم وهذا الاهتمام وهذا الجمهور. ورجعنا لكم تاني، دمتم في أمان الله. يا نشأت، ده انا بقالي كتير قوي ما دمتش في امان الله. اخيرا رجعت. يعني اللي كان على بقي ده ما كانش سراب صح؟ يعني هرجع احطك على بقي تاني وانا مطمن؟ يا اعلامي يا ابني. يا يوسف اختشي، يا يوسف عيب يا ابني. يا يوسف اختشي، يا يوسف عيب، يا يوسف اختشي، يا يوسف عيب، يا يوسف اختشي، يا يوسف عيب. ده انا هفرهضك النهارده. انت مش مريح لي بالك كتير؟ ارجع بقى الشغل سخن، يلا اعمل استرتشات الاول. استرتشات يا نشأت، عملت السيرشات؟ يا يوسف اختشي، يا يوسف عيب. بس الحمد لله على السلامة يا راجل، الحمد لله على السلامة، والله فرحتني. ده أنا ما كنتش عارف أعمل إيه من غيرك بصراحة، ولا عارف أعمل إيه بالحاجات بتاعتك دي. ده أنا حطيتهم على إيه بيبي 30 جنيه ومحدش اشتراهم برضه. عارف أنا كنت طابع تيشيرت لمين ده؟ تخيل يا نشأت، جالي عليه طلبات من قبل ما أنزله، يعني محدش عارف مين ده وبيشتروه، تخيل؟ يعني الناس بتشتري حاجة وهماش عارفينها. عشان تعرف بس يا نشأت ان محدش شريك غيري، ورسائل الجمهور اللي كانت بتجيلك دي ومحسساك انك على الطريق السليم دي مش خادعه ولا حاجه، انت فعلا على الطريق السليم يا نشأت، بس الطريق ده كان بيوصلك ليا في الاخر. الناس عايزاك ترجع عشان احطك على بقي تاني يا نشأت، انت ما انتش فاهم حاجه. كده خلاص يا جماعه الرسميه نشأت معانا تاني وخلاص، وبيعلنها بقى بالمواعيد كمان. دي ايه البصه ديت؟ ليه بتبص للساعه؟ يعني لو وراك حاجه وبتتصور امشي وتعالى وقت تاني، ولا ده وقت العوده؟ ولا مش فاهم انت مستعجل ليه يا نشأت؟ بس ما اخبيش عليكم انا خايف شويه، يعني حاسس ان الفتره اللي هو قعدها في البيت ديت كان بيتدرب وراجع لي بقوه بقى، وانتوا عارفين نشأت ايده تقيله. لا 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 بجد زمان رجعته، لا بجد ربنا يستر. خلال الساعات اللي جايه عندي ليكوا هدايا مفاجآت، ما احنا ما كناش غايبين نايمين، ما كناش غايبين بنطلع بقى، يعني احنا كنا غايبين عشان نعمل لكم شغل جديد ونفاجئ اهل الشر اللي بيكرهوا بضربات مؤلمه، هنفاجئهم بشغل يعني بنقول لا خبطات. احنا كنا بنرتب، بنجهز، باستراحه محارب، بننطلق ان شاء الله. هنذيع من بكره، من باكر يوم 12 يناير مسلسل اخوه التراب زلزال 2 اردوغان. مسلسل؟ لا دي شكلها سهره بقى، شكلها سهره بقى ومسلسلات بقى. مسلسل اخوه التراب؟ اه ده اللي بيتكلم عن تاريخ العثمانيين في سوريا. نشأت هيحارب تركيا بالمسلسلات، وسامع كمان يا جماعه ان هو مطبق بقاله اسبوع بيطلع غلطات من مسلسل حريم السلطان عشان يوقع التقييم بتاعه. عشان نشأت، هي دي الحرب فعلا. بس عاجبني الاداء بتاعها. انا كنت في استراحه محارب وبخطط وبدهبس لضربتي اللي جايه، في الاخر تطلع بمسلسل. مش علينا نشأت بصراحه، يعني القناه هي كانت هتقفل وكان زمانك قاعد جنب ايسر في برنامجه، بس هو الكادر كان مستحيل يجيبكم انتوا الاثنين. انا بقول لك يا نشأت نسيبك من المسلسل بقى والشغل الرخيص ده، المسلسلات دي مش مقامك. انا بدور عليك من اول الفقره عشان نقعد نتكلم بقى مع بعض، بدل ما انا مزنوق كده في صور وسكاجيد ورقص وقله ادب. عالم مليان حروب يا نشأت، وانت غايب بقى لك فتره كبيره. كلمنا عن المواضيع والحرب اللي بتتم في المنطقه. الدوله دي اللي عندها هذا الجيش بهذه الاستعدادات يستطيع ان يجابه اي عدائيات من كل الاتجاهات في وقت واحد. هذه الجنود، هؤلاء القادة قادرين على إدارة معارك. معلش اقف لحظة، في مسلسل هنزيه عندنا في قناة تن، هذا المسلسل حضرتك أنا برشحه إنك تشوفه، اتفرج عليه، تتابعه. خلاص بقى يا نشأت، خلاص بقى يا عم بقى، أنت عامل لي حوار ليه على المسلسل؟ ما كانش مسلسل يا أخي. حاضر يا سيدي هنشوف المسلسل، وقفوا يا جماعة التصوير وكل واحد سيب اللي في إيده، شغلوا لنا بقى المسلسل. كل واحد يوقف اللي بيعمله. معلش يا امريكا وايران بس نوقف الضرب شويه لحد ما نشوف المسلسل عشان نشأت يرتاح. ايه نشأت ما خلاص بقى هو حوار. لا واضح الصراحه ان انت ما عندكش جديد تقدمه. طب على الاقل طمني، سيبك يا عم الجديد، مش عايز الجديد، طمني الفتره اللي انت كنت مختفي فيها ديت، كنت بتقضي وقت فراغك ازاي؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي كيف يطمئن في عام 2020 على مصر وعلى الاقليم؟ نحن قادرين بمفردنا ان شاء الله مجابهة تحدياتنا باستقرارنا. بايه؟ استقرارنا. خلي بالكم من الكلمه دي كويس. بايه؟ استقرارنا. وكل اللي نال منكم وخد منكم حاجه خلال ال10 سنين اللي فاتوا خدها بعدم ايه؟ استقرارنا. تاني يعني انا بقول اهو وانتوا تقولوا للناس، انت عايز بتقول مفيش مجال، لا في مجال. احيانا تكون الرضاك عن الموضوع 60%، لكن ال 60% دول احسن من ايه؟ استقرارنا. احنا دايما مش قليل، يعني 100 مليون وامكانياتنا كويسه. في كل المجالات امكانياتنا كويسه. بس احنا مش شايفينها، مش ايه؟ استقرارنا. حد باللباقه ديت لا يمكن الرئيس يستغنى عنه. بصوا الهزه، بصوا بضميره ازاي؟ هزه واحد مقتنع، مقتنع بايه؟ استقرارنا. انت بس كده يا نشأت؟ ما عملتش حاجه تاني في اجازه المحارب بتاعتك؟ ما خرجتش تتفسح؟ ما رحتش اي مؤتمر الرئيس حتى؟ ده على فكره نشأت كده لسه بيسخن، لما الرئيس يعلى في الكلام هو بيعلى معاه وبيخش بدراعاته بقى، بيخش بدراعاته. بس برضه بلاش نظلم نشأت، يعني هو بيعمل كده من زمان، الموضوع بالنسبه له بقى كارديو. بيصحى الصبح كده يسخن على الريق. اما بقى بالنسبه للناس اللي عايزه تشوف فعلا عوده نشأت الديهي، استنونا معانا في الفقره الرابعه عشان تعرفوا يعني ايه نشأت الديهي. لكن في اخر الفقره ديت عايز اقول ان لو طلعنا من التغيير الاعلامي ده كله بنشأت بس، فانا مبسوط، والله مبسوط. الف مبروك رجوعك يا نشأت، حتى بقى لو مش هترجع وتقضيها مسلسلات او حتى تعمل اغاني راب حتى. حلو، كفايه بس وشك على بوقي وانت بتقول لي عيب، ده الاحساس ده احساس جامد. يا يوسف اختشي يا يوسف، عيب. شفتوا؟ استنوني. اهلا بكم مره ثانيه. زي ما بدانا السنه الجديده بحرب عالميه ثالثه، قلنا شكلها السنه منيله ب 60 نيله. الحمد لله الحمد لله. الاسبوع اللي فات روسيا وتركيا اتفقوا على وقف اطلاق النار في ليبيا. يعني روسيا اللي بتحارب مع حفتر المدعوم من الامارات ومصر والسعوديه، تركيا بقى بتحارب مع السراج المدعوم من ايطاليا والامم المتحده ومعترف بيه دوليا. في الاخر هم قرروا يتصالحوا فين؟ في ليبيا؟ لا، في روسيا. عامله بالظبط زي الصراع الايراني السعودي كده، فين؟ في اليمن. طبعا انتوا عارفين الوطن العربي، يعني واخد بالك معايا؟ المهم انا كان نفسي اخلص لحد هنا واقول ان حفتر هيتصالح مع السراج وليبيا هيبقى فيها فراشات وقوس قزح وناس بتفطر سندوتشات مربى مشمش، بس ازاي؟ انتوا عايزين يبقى فين هي سعاده في الوطن العربي ولا ايه؟ لا ده في المشمش يا بابا بتاع المربى. وقف اطلاق النار بالظبط قعد يومين، حفتر ما كملش يومين وراح قايل لهم صلح ايه؟ صلح ايه؟ مفيش صلح هنا، وقام رايح مكمل ناحيه طرابلس. العالم كله دلوقتي عايز صلح وبيدعو لوقف اطلاق النار وعايزين نحقن الدماء الا حفتر. أحسن واحد يشرح لنا المواقف زي كده بصراحة واحد بس، أحمد موسى. مشير خليفة حفتر كل التحية، لازم أحييه مشير خليفة حفتر. الرئيس بوتين اتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عدة أيام يطلب من مشير خليفة حفتر وقف إطلاق النار، فالمشير حفتر قعد معاهم قال لهم لا يوقعوا هم الأول. المشير حفتر ورط تركيا ورط فايز السراج، ذكي هو عايز يشوف حدود إنه فايز السراج يخون بلده لحد فين. إذا وقع معاه الأطراق يبقى هو كده ليس له أي وجود في الحياة. والله السراج ده أردوغان أكنه شغال في مشغله في مش عارف أقول يعني الكلام عيب، مشغله كده يعني. فخد فايز السراج المشير بقى عشان يوقع قال لهم لا لا سيبوا لي الحكاية يا جماعة، أنا لسه هدرس ذكاء. سابوه شوية يا بهوات سلام عليكم أنا راجع بنغازي. إيه راجع بنغازي سلام عليكم. اللي عمله امبارح المشير خليفة حفتر ادى أردوغان قلمين 3 10. فاللي عمل مشير حفتر امبارح درس مهم. يا أحمد هو أنت قاعد على المصطبة عندكم في البلد بتقول أي فتي؟ مش تركز أنت بتقول إيه؟ يعني أنت بس حط لأحمد موسى شوية قمع في الاستوديو أو أي حرب أو دم وسيبه هو بيتصرف. مش عارف أقول يعني الكلام عيب. لا بس ثانية واحدة، شفتوا حفتر؟ ذكاء. مش رايح كده على الفاضي، راح روسيا فطر واتغدى على حساب المؤتمر وراح واخد الشامبو اللي في حمام الفندق وطيران هربان. ذكاء. حفتر ايه اللي عنده ذكاء؟ حفتر ايه اللي عنده ذكاء؟ ده الرئيس السيسي كلمه كده في التليفون قال له بقول لك ايه يا حفتوره يا حبيبه قلبي وقف اطلاق نار ناو. قال له عينيا حاضر سموك حاضر عينيا ثواني كده عينيا حاضر 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 رئيس حاضر. بس ايه ده، ثانيه واحده، هو بوتين عشان يكلم حفتر لازم يكلم الرئيس السيسي الاول؟ مبروك يا ريس مبروك بقيت كفيل. ايه يا احمد ايه يا احمد، ده بدل ما نستغل الفرصه ونشجع على السلام صدقنا كل الاطراف قعدوا على ترابيزه واحده. يلا يا جماعه بقى نحقن الدماء بقى، الحرب وحشه. ده احسن وقت للاعلام المصري والبرلمان المصري ان هم يقنعوا حفتر. واي نعم صعب انك تقنع واحد زي حفتر بس حاولوا تفهموه، عارف ان برضه انك تفهموه صعب، بس لازم يعرف ان الحل السياسي السلمي هو الحل الوحيد للازمه الليبيه. يا ريت ما يحصلش اي تصعيد من اي جهه من الجهات. أرجوكوا يا جماعة عايزين نركز عشان يعم السلام ليبيا. هنا ليبيا من القاهرة، يوم ليبي من الطراز الأول، يوم تاريخي. النهاردة مجلس النواب المصري استقبل المستشار عقيلة صالح. دعوة الرسمية من رئيس مجلس النواب. راح البرلمان المصري وقعد جنب رئيس البرلمان المصري وجلوسه إلى جانب الرئيس دكتور علي عبد العال كانت حركة في منتهى الذكاء. شوفوا العظمة، شوفوا عظمة بلادكم. كان في تصريحات مهمة جدا، كلام هام جدا، وإن إحنا في حالة الحرب هنستدعي الجيش المصري ليدافع عننا. الدولة المصرية غنية فيها كده، فيها عظمة. وإننا قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا. طبعا المجلس كله بكل طوائفه قاموا وسقفوا تسقيف غير عادي. فكره انه اصل البرلمان الليبي قرر الغاء الاتفاقيه اللي بين ليبيا، يجب بقى ان احنا نفهم انه لا، احنا في دولة غير موجودة، دولة مقسمة، دي مش دولة. يعني لا البرلمان الليبي مسيطر ولا الحكومة الليبية مسيطرة، معلش مع احترامي لمجلس النواب الليبي يعني. معلش يعني، معلش يعني اعذروني في الكلام، انا اسف يعني، عارف ان كلامي تقيل عليكم، بس معلش يعني احنا مصريين يعني مش هتصعبوا علينا. ليبيا ايه اللي فيها برلمان؟ هنستعبط؟ لا، وكمان رئيس البرلمان جاي يقعد مكان علي عبد العال، هو عشان يعني الكرسي رئيس البرلمان ده ملوش اي لازمه عندنا، بتقعدوا اي حد كده وخلاص. ايه ده؟ ثانيه واحده، وعمرو اديب قال كلمه حق؟ ايوه يعني هو دلوقتي بيقول كلمه حق في لحظه هواكه كده، ولا دي فلوس تركي قال الشيخ حلال، ولا اللي بيحصل؟ ما علينا بس يعني يا جماعه مش عيب، مش عيب رئيس البرلمان الليبي اللي مش مسيطر يقعد وسط ناس مش مسيطرين يقول لهم الجيش يروح فين وما يروحش فين؟ مش عيب، مش عيب يعني فيها قائد القوات المسلحه المصريه وتسقفوا له كده؟ بيفهم في الصوب الزراعيه ده عشان يطلب حاجه زي كده؟ بيفهم البطيخه الحمراء ولا القرعه ده؟ الفلفل فريش ولا لا؟ بيفهم في الحاجات دي هو؟ والبرلمان الليبي بيتابع لحفتر، ما لقاش غير مجلس البرلمان المصري يقعد فيه ويستنجد عشان يجيبوا له طرابلس. ده اخر اجتماع ليهم باعوا فيها ترامب وصنافير. بس بصوا بعيدا يعني عن القوميه العربيه اللي حصلت من شويه ديت، فرحه خالد ابو بكر، بس الرب بتوعنا بصراحه بيسقفوا على ايه؟ يعني ده رئيس النواب عايز يبعت مصريين يحاربوا في ليبيا، ده عمرو اديب يعني اللي هو عمرو اديب ده اهو، مش معترف بمجلس الشعب الليبي. فين بكري يرد عليه؟ مش ده عضو مجلس الشعب؟ فين مرتضى منصور؟ فين النواب المصريين المحترمين يطلعوا يقولوا لحفتر يوافق ارجوك على الصلح اللي في روسيا؟ لازم حد عاقل كده يا جماعه يقنع حفتر، عنها صعبه بصراحه، بس يقنع حفتر بحقن الدماء. المشهد اللي انا شفته مقزز، مشهد الخيانه اللي كان في موسكو. الراجل اللي اسمه السراج ده اللي هو بتاع حكومه الوفاق دي ولا ما اعرفش اسمها ايه، رايح الاجتماع عشان يقابل السيد المشير حفتر المحترم الوطني المحترم، وعايز اسال سؤال، هو الراجل اللي اسمه اردوغان ده بعت وزير خارجيته ووزير الدفاع ورئيس مخابراته ليه؟ ادينا سبب واحد بس، يعني اديني سبب واحد. دي خيانه. وبقول لحفتر من فضلك ارجع بلدك وكمل تحرير طرابلس، ارجع يا حفتر. ارجع يا حفتر فعلا. اخذ الشيطان وارجع يا حفتر، لو ما رجعتش سايب عليك الكلاب اللي ورا ديت. بص ما رجعتش سيدهاتك الروسي والاماراتي معاه. فاكر سما الليبي؟ ها؟ سما لا مش سما المصري يا جماعه، سما المصري دي انسانه محترمه، بتتكلم على سما الليبي، دي واحده ثانيه كده بس مرتضى اللي عارفها. طب فاكر الفندق اللي سرقت منه الشامبو؟ كل سيدهاتك معاه. هو ايه اللي يرجع يا حفتر؟ هو مضى للاهلي هو كمان ولا ايه؟ هو انت يعني عشان عندك مشاكل في هجوم الزمالك عايز اي هجوم وخلاص؟ انا زملكاوي اقلش براحتي على الزمالك، انتوا لا، انا بقول لكم اهو، مش عايز اي تعليقات بقى سخريه وتريقه وكلام، انا زملكاوي بس لا اتريق، اهلاويه لا لو سمحت. وبعدين يا مرتضى في حد يطلب من حد يرجع يعمل مجزره بالبيجامه وحواليه كلاب كده بتجري؟ يا اخي احترم عظمه المشهد والحرب. يعني على الاقل اقف معاك كام جن كده ولا اعمل له عمل ولا اي حاجه. حتى انت يا سعاده المستشار ده انا بقول لك اعقل واحد في مصر. ده احنا مصدقنا حفتر وقف نار يومين، ده مؤيدين حفتر ومؤيدين السراج كانوا في قمه الفرح، الناس كلها كانت فرحانه، باستثناء طبعا الاعلام المصري والاعلام الليبي اللي بقيت حفتر، يعني دول بالذات كان وضعهم مختلف، لدرجه ان في اتصال في الاعلام الليبي من اغرب الحاجات اللي ممكن تسمعها. فاطمه الان. الو السلام عليكم. اهلا بيك، مرحبا بيك، نعم تفضل. تحيه لك استاذ احمد، تحيه لقناه الحدث. نعم. انا اول شيء استاذ احمد أعترض على وقف إطلاق النار. يا أستاذ أحمد يعني ليش؟ بعد هالضحايا وتسع شهور والقصف وتحملنا عشان الجيش الليبي، تحملنا يعني في طرابلس. توقف مع من يا أستاذ أحمد؟ مع ميليشيات، مع مجرمين. طبعا القيادة العامة ما نعرفش ممكن عندها فكرة ثانية هي، بس هذا القرار يعني أثر في نفسياتنا. يعني الصراحه يا استاذ احمد نفسيتنا صفر. لا بجد يا استاذ احمد، يعني من ساعه ما قالوا لنا في طرابلس ان هم هيوقفوا ضرب علينا واحنا نفسيتنا تعبانه خالص. معقوله بعد كل الناس اللي ماتت ديت وجاي توقف دلوقتي؟ جاي بعد ما قتلت وفشخت الاخضر واليابس جاي تتوب؟ لا بجد نفسيتنا صفر، يعني مفيش كده والله. الواحد خلاص اتعود على الاكشن. ليه قلبتوها دراما في روسيا؟ ده انا ابني عنده ارق مش عارف ينام طول الليل، الواد ما بينامش الا على صوت المدافع بتاعت حفتر. فيها حجه، فيها حجه. يعني بص مش هقعد اقول لك كل ما نوقف النار كل ما يبقى احسن، بس وقف اطلاق النار حاجه ووقف النار على الاكل حاجه ثانيه خالص. طب بص يا خديات طريقه الكسكسي بالبط، اعملها لعيالك بقى، وقف النار براحتك، شغال النار براحتك بص ولعي في البطه كلها براحتك، بس دي اروح ناس. يعني لازم حفتر يوقف فورا. لا يا جماعه كفايه تسخين، الراجل مش ناقص. انا بقول نشوف مين صاحب فكره الصلح اللي قعدت يومين ديت ونخليه يقعد مع حفتر كده ويعقله تاني زي ما عقله يومين قبل كده. اتصالات كثيفة بيقوم بها السيد الرئيس لأجل نقل الصورة الصحيحة ومحاولة حل الأزمة تحديدا في ليبيا. Um uns über die Situation in eurem Land auszutauschen und um einen Beitrag dazu zu leisten, dass es hier endlich Frieden gibt. اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا يدخل حيز التنفيذ. جهود صادقة تفرغت لها الجزائر بشكل استعجالي بعد ترتيب بيتها الداخلي. C'est ce que nous avons contribué, je crois, à faire aujourd'hui pour la population libyenne. Diplomaside ısrarcı oldu, istediği sonucu aldı Ankara. Darbeci Hafter son anda da olsa kabul etti. ليبيا ateşkes başladı. الحل السلمي الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية مع دعم حوار شامل، هذا ما أكد عليه الطرفان التونسي والإيطالي. Per raggiungere l'obiettivo di un immediato cessate il fuoco e per indirizzare questo conflitto verso una soluzione politica. Москва никогда ни разу на дипломатическом уровне не вставала на чью-либо сторону, и это очень важно для посредника, который может обладать доверием со стороны обеих сторон. Еще требовал от халифа Хафтера. انت عارفه لو خليفه حفتر سمع بتقول اسمه كده ممكن يحصل له ايه؟ معاكي يوسف الحسيني مخدم البرنامج. لا هو ثانية واحدة قالت ايه؟ موسكو ما كانتش مع أي طرف؟ ها! على يدي! ده انتوا الودوا ودوكوا تفتحوا ليبيا على سوريا. بس ايه ده؟ كل الدول دي تدخلت علشان تحل الأزمة الليبية، دول ناقصهم 4 حكام وفار ويعملوا كأس عالم. طب حد لاحظ حاجة؟ إن كل الدول دي وكل الأعلام دي تدخلت عشان تحل الأزمة الليبية والعالم الليبي مش موجود. وهي دي المشكلة بقى. لازم الليبيين يقعدوا مع بعض ويحلوا الموضوع بوساطة عربية أو حتى أجنبية. خلاص يا جماعة، بعد 3 أيام في مؤتمر للصلح بينهم في برلين، والاثنين خلاص تلقوا الدعوة، وأتمنى فعلا يعني إن هم فعلا يقعدوا مع بعض. يعني آخر مرة اتقابلوا كان في أبو ظبي تقريبا في مارس اللي فات، في أبو ظبي في مارس اللي فات. بصوا كانوا عاملين إزاي؟ حفتر كأن باباه حرمه الأيباد. أو يعني محمد بن زايد هو اللي حرمه، anyway يعني مش فارقة كتير. والسراج كأن مامته عاملة له بروكلي والقاس على الغداء. لا بقول لكم ايه، لازم انتوا الاثنين كده تفردوا وشكوا بقى في برلين عشان تحلوا الازمه الليبيه. انا متاكد ان مؤتمر برلين هيكون فيه وساطه عربيه من بلد الوحيده يعني المفروض ان هي ضد الحروب، بلد بتعشق السلام. اكيد في دوله عربيه كده لو تدخلت المره دي هتحل كل اللي بيحصل في ليبيا. اعتقد الان انه مع سيطره الجيش الليبي على الكثير من المواقع وتقلص نفوذ الكثير من الميليشيات، وايضا هناك بعض القوى المتوافقه مع الجيش الليبي، انا اعتقد انه الان الوقت مناسب لعقد اتفاق سلام، وانا اعتقد ان الوسيط الموثوق فيه المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه يعني عملت الكثير من الوساطات عفوا صح الله يسلمك. المملكة العربية السعودية عملت الكثير من الوساطات. معلش بس في شوية حزم وقفوا بزوري. وساطات وساطات. حد يجيب لي دواء من القنصلية، من الصيدلية، الله يخليك. وشيل النشرة من داخلية من ما تشيلش النشرة، وساطات إيه؟ لا خالص، إحنا عايزينه بالظبط يقعد ساكت كده زي عبد ربه منصور، أو حتى يروح سيشن، أو بصوا كلام محمد بن زايد يقول لحفتر ايه؟ هي الحل الوحيد يا جماعه هو سماعه تليفون محمد بن زايد لحفتر، بس يعني ليه مكبرين الموضوع؟ مش الرئيس السيسي؟ لا ما هو محمد بن زايد داخل بنفرين، السيسي وحفتر. عارفين المشكله في الصلح اللي حصل في الوفد الروسي ده لما قعد مع حفتر؟ ان مشكلته انه كان فاكر ان حفتر صاحب القرار، اللي هو ايه رايك يا استاذ حفتر في الصلح؟ فاكر ان القرار فعلا في ايده، ما يعرفش ان حفتر عنده كفيل، وبوتين يعني كان فاكر نفسه كفيل حفتر زي ما هو كفيل الاسد. ما يعرفش انه اتاخر شويه في واحد سبقه. كل قراراته بتطلع من اخر بلد ممكن تيجي في بالكم، تخيلوا كده مين اللي بيدي حفتر اوامر يعمل ايه وما يعملش ايه، اخر بلد تيجي في بالكم. ايه ده صح؟ عرفتوا ازاي؟ هي فعلا. نتمنى يوم الحد في برلين حفتر ما يفلسعش زي ما فلح في روسيا، او ما يروحش اصلا، يعني ممكن حل يعني يختصر علينا كتير، نبعت محمد بن زايد. بس استنوني. اهلا بكم مره ثانيه. كفايه بقى حروب ونكد وحفتر، وتعالوا نتكلم على تونس والجزائر. تونس والجزائر اتشكل فيهم حكومتين تقريبا في نفس الوقت. تونس اتشكل فيها حكومه عددها 42 وزير، والجزائر كانت 39 وزير. 42 و39. ايه يا شباب؟ ايه يا شباب؟ ده الصين مليار و200 مليون وفيها 26 وزير بس. ليه 39 و42؟ انتوا قصدكم تحلوا مشكله البطاله؟ ولا ايه؟ مش فاهم. من امتى يا جماعه احنا بنركز في الحاجات دي؟ يا باشمهندس طارق زود الوزراء ما تقلقش. بس ايه اللي خلانا نتكلم على الموضوعين دول بالذات؟ اللي خلانا نتكلم هو ان الحكومتين دول كسروا قواعد كتير قوي في عالمنا العربي. يعني مثلا حكومه الجزائر فيها وزراء عندهم خلافات مع الرئيس تبون، وتعينوا وزراء عادي، يعني اللي هو صباح الديمقراطيه صباح الديمقراطيه. الحكومه التونسيه بقى كان فيها 10 سيدات، الجزائر 5 سيدات. الحكومتين سبحان الله، يعني سبحان الله فيهم شباب. يعني اصغر وزير في تونس كان عنده 31 سنه، الجزائر بقى علت عليهم وراحت جايبه اصغر وزير في العالم عنده 26 سنه. ايه 26 سنه؟ خبوه بسرعه، خبوه بسرعه الجزائريين. الرئيس السيسي لو شافه هيحبسه. 26 سنه ده العمر المفضل للرئيس السيسي. 26 ايه؟ ده دنيا الشافعي مقدمه برامج الاطفال عندها 36 سنه. لا بجد ايه قصه الوزير الصغير ده يا جماعه؟ ده انتوا لو قاصدين تنكدوا علينا مش هتعملوا فينا كده. واصغر وزير في هذه الحكومه هو السيد ياسين وليد وعمره 26 سنه. هذه الوزاره الجديده سوف يكون لها المسؤوليه في ارجاع الثقه للشباب الجزائري الطموح. لا يزال اصغر وزير في الحكومه الجزائريه وليد ياسين يثير ردود افعال متباينه. الذي يعتبر اصغر وزير وكذلك ارتدى اصغر ربطه عنق او اقصر ربطه عنق. ده بيغيظنا بقى، بيغيظنا. يعني سنه صغير وبيلبس جرافته صغيره، ده رئيس يجي الوزاره بالباتيناج بقى. ايه ده؟ ازاي عنده 26 سنه؟ اصلا الموضوع كله بالكفاءه مش بالعمر. 26 سنه؟ باين علي ان انا متضايق؟ لا ده انا مش متضايق، ده انا مولع. ده انا بحقد مش عليه، انا بحقد على الجزائر كلها. ده احنا لو جالنا وزير بيعرف يتكلم بنعمل فرح. طب بصوا تعالوا، دي وزيره الاستثمار المصريه من 3 شهور قبل ما الرئيس السيسي ما يشيلها، اوكي؟ بصوا بقى وركزوا بتقول ايه كويس وتعالوا لي تاني. ان الانسان هو المحرك الرئيسي للتنميه. لا سيما لا سيما لا سيما. حضرتك السيما ديت هتنسحر اللي كنت بتنط من فوق السور في حصه العربي تروحي تتفرجي عليها. واخده بالك؟ شايف ياسين الوزراء اللي بتجيلنا؟ بتقول لك لا سيما. لا بجد والله يا بخت الجزائر، يعني دي تعتبر احسن خطوه للرئيس تبون من اول ما مسك الرئاسه، هي تمكين الشباب. وبجد احنا هنعمل البرنامج ده فخورين بيك يا ياسين وبنتمنى لك كل التوفيق. يلا ياسين العب بقى مع اصحابك في الوزاره ما تتشقاش. ها؟ مالكوش دعوه، ما هي دي بقى مستر وزير الشباب. اهزر معايا في مساحه حريه عادي، شباب وفاهم. دي صورته اول ما نزل الجزائر. المهم نرجع للوزارات تاني في الجزائر. عملوا وزارات جديده لدرجه ان هي لخبطت نواب مجلس الشعب نفسهم، مش عارفين يعني النواب بتوع مجلس الشعب مش عارفين يصدقوا عليها ازاي. لو أعطيك أمثلة أخرى سيد سليمان سعداوي فيما يخص الوزارة المنتدبة الخاصة بالحاضنات التي تعتبر سابقة أولى في الجزائر. الحاضنات أنا الله أعلم نزكيها، لأننا يوما ما كنت الريكلامي في بالعقل غادي نعطيك أدلة. يوما ما جيت نحتج على طبيبة يدبروا علينا كيفاش يشدوا لنا ولادنا باش نقدروا نرجعوا على ال8. مثلا عطيت خي شطر من علاش هذه قضيه الحاضنات الله اعلم. بالنسبه للعاملات الحاضنات هي التي تحتضن المشاريع المصغره، ربما لم تفهم فقط التسميه. حضرتك وزاره الحاضنات حاجه والحضانات حاجه ثانيه خالص، يعني ما تاخدش حاجه حرفيا ارجوك. ده كويس انها ما سالوش على العرس الديمقراطي، قالوا لا العرس الديمقراطي هو ان العريس بيجي ويخش وتبقى الحلقه بقى بلس 18 بقى. كويس ان المذيع لحقته قبل ما يخش في مميزات الرضاعه الطبيعي. يا سياده النائب افهم الله يخليك، يعني ما تاخدش الحاجه حرفيا. بس مهما قال هم حرنا مصريين، بتارك انت كمصري ما تضحكش، يعني هم يقولوا هم عايزين عندهم ديمقراطيه واحنا لا. فمبروك لكل الشعب الجزائري والحكومه الجديده، ومبروك عليهم الديمقراطيه. نناقش بقى حكومة تونس، لأن تونس مصرة كل مرة تفاجئنا عن المرة اللي قبلها. يعني جابوا رئيس مدني مستقل مترشح قدام قامات سياسية ونجح، وقلنا ماشي بتحصل يا عم. بعدين عملوا أول مناظرة رئاسية في تاريخ تونس وقلنا بتحصل. يعني عادي يعني. الاسبوع ده بقى بعد ما رئيس الحكومه شكل الحكومه راح على مجلس الشعب، والمفاجاه بقى يعني رئيس الوزراء كده رايحين مجلس الشعب ياخدوا الموافقه بقى، اما مجلس الشعب مصوت بلا على الحكومه اللي تعينت. والله يا مصريين زي ما سمعتوا كده بالظبط، الحكومه اللي كان فيها 42 وزير منهم 10 سيدات اللي كنت بقول لكم عليها من شويه دي، فاكرينها؟ مجلس النواب ما صدقش عليه، قال لا دي ما تلزمناش. ورد فعل الوزراء بعد مجلس النواب قال عليهم لا كان درس يتحط في كتب الديمقراطيه. لم تعفى هذه الحكومه بموافقه مجلس نواب الشعب، مع الشكر للسيد الجملي وللفريق الحكومي على الصبر. ايه ده؟ ثانية واحدة ثانية واحدة. يعني هو رئيس مجلس النواب التونسي قال لهم النواب رفضوا تشكيل الحكومة، قالوا ماشي شكرا وضحكوا مع بعض وسلموا ومشيوا؟ ايه ده في ايه؟ ما كفاية بقى يا تونس بقى، ما كفاية بقى حرام عليكم يعني، يعني نعمل لكم ايه طيب عشان تبعدوا عننا؟ يعني نولع في نفسنا طيب؟ يعني اضرب لكم نفسي بالرصاص طيب عشان ترحمونا شوية؟ ما كفاية بقى. طبعا ده فيلم رعب بالنسبة للحكام العرب. بشار لو شاف حاجة زي كده ما ينامش. يعني تخيل واحد زي جبران باسيل مثلا يحصل معاه كده في لبنان، امشي ايه؟ ده انا الرئيس اللبناني اللي جايبني. يعني ايه؟ لا مفيش وزارات هتتعمل هنا. واصلا مش هتنفع في لبنان عشان جبران شغال نايب وفي نفس الوقت هو وزير، يعني هو اللي بيصحح لنفسه. او تخيلوا مثلا في مصر مصطفى بكر ومرتضى منصور قالوا لا مثلا هتعيين كامل الوزير. ده الرئيس السيسي ساعتها ممكن يمسكهم التلج ويسالهم الساعة ليه. ده في مره في وزير حلف القسم قبل ما البرلمان يشوفه اصلا. يقول لي مش عارف ايه. انتوا عارفين يا جماعه عندنا في مصر ليميت الوزير لا سيما لا سيما. في النهايه تونس والجزائر بيورونا مشاهد عمرنا ما شفناها في الوطن العربي. هي يعني ممكن تكون مشاهد عاديه بالنسبه للدول الديمقراطيه، بس مشهد رفض الحكومه ده او الوزير اللي عنده 26 سنه دي حاجه عمرنا ما سمعنا عنها او حتى نحلم بيها في الوطن العربي. فبجد مبروك للشعبين التونسي والجزائري. ويعني دايما بنحب نقولها يا رب مصر ولبنان وليبيا واليمن والعراق وسوريا وفلسطين. اهلا بكم مره تانية. في البدايه بعتذر علشان الفقره دي هتكون حزينه شويه، لان للاسف موت المعتقلين في سجون مصر لسه مستمر لحد النهارده. آخرهم المعتقل مصطفى قاسم الله يرحمه. عشان نناقش الموضوع ده لازم نعرف القصة من الأول. مصطفى قاسم الله يرحمه اعتقل في 2013 من ضمن حملة الاعتقالات العشوائية اللي كانت بتحصل في مصر في الوقت ده. بعدها ب5 سنين في 2018 اتحكم عليه ب15 سنة سجن. فضل في السجون لحد ما قرر ان هو يضرب عن الطعام احتجاجا على الظلم اللي مر بيه وعلى المعاملة السيئة اللي بيتعامل بيها جوه السجن. فضل فترة كبيرة كده لحد ما حالته الصحية تدهورت، وكالعادة في سجون مصر حصل تجاهل تام لحالته لحد ما حالته تدهورت تماما وانتقل للمستشفى وتوفاه الله هناك. فجئنا فجأة ان الاعلام المصري اهتم بحالته. قلنا ايه ده؟ هو الاعلام المصري كده فجأة ضميره صحي ولا ايه؟ ما في ناس كتير بتموت في السجون وعادي عمرهم ما اتكلموا عليهم. اشمعنى مصطفى قاسم بالذات الاعلام المصري اهتم بحالته؟ واقعة كده عملت بعض الجدل النهارده، وحابين ان احنا نحسم هذا الجدل مبكرا. في أحد المتهمين اسمه مصطفى قاسم، هو اسمه مصطفى قاسم، مصطفى قاسم معاه جنسية أمريكية، يحمل الجنسية الأمريكية، معاه باسبور أمريكاني، وطالما بيحمل الجنسية الأمريكية أنتوا عارفين الكام يوم الجايين دول، أو مش كام يوم، الكام ساعة اللي جايين دول هتلقى فيه دوشة كبيرة جدا معمولة في أمريكا. وأنتوا حضراتكم عارفين كتير من الإخوان بياخدوا جنسيات عشان يوفر له حماية، وتلاحظوا في جماعة الإخوان طول الوقت معاهم جنسية تانية. القضية عشان برضو تتابعوها حضراتكم لأنه اليومين الجايين دول هيبقى في عليها دوشة جامدة. توفى في السجن، مات امبارح بمستشفى القصر العيني. وفاته المنية في قصة تانية، الأعمار بيد الله. الوفاة بالمناسبة وفاة طبيعية، قرر طواعية كده إن هو يعني يمتنع عن الطعام. الراجل استجاب لدعوات انهم يقوموا بإضراب في السجون، قرر يسمع كلام جماعته يبدأ إضراب عن الطعام. مش مهم اضرب عن الطعام، موت، يلا يلا اخلص، واحنا ناقصين؟ انت بالنسبه لنا رقم يعني، مش مهتمين بحياتك اصلا. او انت فاكرنا يعني هنقبض عليك قبض عشوائي ونديك 15 سنه ولما تضرب على الطعام هنهتم بصحتك؟ يعني كل ده حضرتك ومش واخد بالك ان احنا مش مهتمين اصلا بحياتك؟ لا وفعلا الاخوان دول عليهم حركات، بيضطروا ياخدوا جنسيه تانية عشان يخشوا السجون يموتوا فيها فيحرجوا النظام المصري. شغل اخوان، بس يعني عادي يا جماعه، اوعى نقلق، احنا اصلا واخدين على الحاجات دي. هيبقى في شويه نوش كده بس محدش يقلق. انتوا عارفين الامريكان كان دول طراي قوي مع المواطنين بتوعهم. عارفين يا عم رفاهيات العالم الاول دي يا سيدي، عارفينها. بس خلي بالكم يا اعلام، عشان العالم كله بيتابع دلوقتي، لان ده مواطن امريكي مش مصري، ولازم تكون بقى ادلتنا اللي ضده قويه كفايه عشان نقدر نبرر للعالم القسوه اللي تم التعامل بها مع المعتقل المرحوم مصطفى قاسم. هذا الرجل كان قد قبض عليه لأحداث عنف وإرهاب. انضم هذا الشخص لعصابة قامت بمهاجمة السكان، ضلوعه في القيام بأعمال مخالفة للقانون، واشترك مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص. ثبت اتهامه في حرق الممتلكات والشروع في القتل وتعطيل خدمة المرافق العامة بقصد الإخلال بسيرها، حرق للممتلكات والشروع في القتل. وتم الحكم عليه في عام 2018 بتهمة محاولة قلب النظام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ومقاومة رجال الشرطة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر وأيضا تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كونهم مدججين بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومفرقعات وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص. هو أنا ما أعرفش بصراحة دي لستة تهم فعلا ولا إفيهات فريق الإعداد كاتبها لك وأنت قرأتها كده على الهوا. لا بجد يعني حلو قوي تهمة إنه عمل تجمع ب5 مواطنين. ده على كده ماتشات الكرة الخماسي بقت خطر دلوقتي. وروح حريات المواطنين؟ ده ايه ده؟ هو احنا عندنا حريات اصلا؟ لا بجد والله عندنا حريات؟ والله ما اعرف ان احنا عندنا حريات. لا طبعا غلطان، يعني يوم ما يطلع عندنا حريات يوم مروحها كده؟ لا يموت ناوي طبعا. بس حد خد باله؟ اتحكم عليه بقلب نظام الحكم في 2018، ليه؟ عشان مظاهرات 2013 اللي هو ما كانش في حكم اصلا وقتها، هيروح يقلبه ازاي؟ بس تقريبا الحكومه المصريه حاسه كده ان هم لو كانوا موجودين في 2018 كان هيقلب عليهم باثر رجعي. لا انت والله شكلك كده هتقلب علينا. انت اي نعم في 2013 ما كانش في نظام حكم، بس في 2018 هتقلب علينا والله شكلك كده. طبعا احنا لو مسكنا تهمه نتكلم عليها، يعني الناس هتفتكرنا بنتكلم على زانوس مثلا. بس اعتقد برضو الاعلام المصري دلوقتي في وضع حرج، لان زي ما قلنا مصطفى قاسم معاه الجنسيه الامريكيه، والاعلام الغربي كله دلوقتي متابع الحدث، والتصريحات اللي هتتقال عليه هتبقى مهمه قوي، عشان كده لازم نخلي بالنا في تصريحاتنا يا اعلام. واحد اسمه مصطفى قاسم ده مات في مستشفى اعتقد السجن، تصادف انه معاه جنسيه اخرى. فكره انه يكون مواطن مصري يطلع بره يشتغل طباخ، يشتغل بيغسل صحون، يشتغل سواق تاكسي، يشتغل ايه، ياخد الجنسيه لانه قعد فتره يعني، فبيجي يقول لك انا مواطن امريكي، انا مواطن انجليزي. لا حبيبي، لا حبيبي، مصري وهتتعامل مصري وتتسجن زيك زي المصريين وتموت زيك زي المصريين. ما بنهزرش. بقى مش كل واحد طلع بره بقى اشتغل طباخ ولا سواق تاكسي ولا بيغسل صحون ياخد بقى الجنسيه يرجع يدور على حقوق عندنا. لا ما عندناش الكلام ده، احنا اقل من سيناتور ملوش حقوق عندنا. ويكون امريكي بيور كمان مش خرمانت. وبعدين يا نشأت يعني معلش يعني حتى العنصريه بتاعتك مش لايقه عليك. ده احنا اذا كان عندنا رئيس اركان شارك في حرب اكتوبر لمجرد انه ترشح قدام السيسي حبسناه. هنهزر؟ مش ممكن يا نشأت، مش كل مره كده اقعد اقول لك بديهيات. يعني يا نشأت اللي بيسافر بره بيشتغل اي شغلانه باللي انت قلتها ديت ما تعبوش خالص على فكره، بالعكس يعني شغلانه شريفه زي كده احسن 1000 مره من يطلع في الاعلام. نشأت حاسب على كلامك يا نشأت، لان اللي انت عمال تتكلم عليه ده مهما انت كنت شايف شغلانته قليله فهو مواطن امريكي مات في سجون مصر ووراه دوله هتدور على حقوقه، فاستعد بقى للضجه اللي هتحصل دي. وحاله من الشائعات وحاله من الارباك، والحق مواطن امريكي يقتل في السجون المصريه، اي كلام. مواطن امريكي وهنشوف امريكا هتعمل ايه. بقول لهؤلاء يعني اخرسوا الى الابد. ايه حجازي واللي في امريكا، يعني ايه حجازي هذه الرقيعه التي تحمل الجنسيه الامريكيه، بقول لها كفايه كفايه قله ادب. واحد مسجون اضرب عن الطعام، تعب، راح المستشفى، بات في السجن. نسبه الاحداث نقول اصل هو مواطن امريكي، لا ده مواطن مصري كان شغال سواق تاكسي في امريكا. وخد التقيله بقى كمان، وكان بيركب مخالف وعليه مخالفات، يعني مش عايز اقول بقى كمان يعني. فمعقول يعني سواق تاكسي هتعاملوه معامله الامريكي؟ لا ارجوك حاسبني كانه مصري مش امريكي. هتحاسبني بقى انه امريكي؟ شوف يا عم عداد التاكسي كام واخصم بالمعقول. هو مواطن امريكي، لا ده مواطن مصري. والله ما امريكي ولا بيفهم في الامريكان. ده مواطن مصري تبعنا، سيبونا بقى نفشخ مواطننا بمعرفتنا بقى يا امريكان. هتقولي طب اشمعنى ايه حجازي قعدناها 3 سنين في السجن وبعدين طلعناها غصبا عننا عشان امريكيه؟ اقول لك لا لو سمحت، الموضوع هنا مختلف. ايه حجازي كان عندها تاكسي؟ ما عندهاش، فدي تفرق عندنا كتير لو سمحت. انا عارف انك عمال تحزق عشان تثبت انه مصري عشان دمه يروح حضر، بس الحظ ما خدمكش المره دي يا نشأت، طلع معاه للاسف جنسيه امريكيه، هنعمل ايه؟ بس اوعى تزعل، في عندنا مصريين كتير دمهم هيروح حضر، اوعى تقلق. لما تشوف الاعلام المصري هو بيحاول ينفي اي جنسيه ثانيه عن مصطفى قاسم ومتمسكين قوي بمصريته، هتعرف ان جواز سفرك المصري هو بمثابه جواز للحكومه والنظام لاستباحه كل حقوقك. للاسف مصطفى مش اول واحد يموت داخل المعتقل، شكله كده مش هيكون الاخير بسبب سوء المعامله اللي المعتقلين بيتعاملوا بها جوه السجون المصريه. مثال بسيط، في اخر 10 ايام بس مات 3 معتقلين مصريين غير حاله مصطفى بسبب الظروف الصحيه اللي جوه السجون المصريه. مصطفى بس حصل عليه اهتمام بحالته عشان جنسيته الامريكيه، وده يقول لك قد ايه الجنسيه المصريه مهمه عند النظام المصري. الاعلام المصري لما بيتكلم عن مصطفى بيتكلم عنه عشان بس يبرر صوره النظام قدام العالم بره، يقول النظام بصوا والله العظيم ده مش امريكي، ده ولا بيفهم في الامريكان. مش بيعملوا كده عشان في واحد فقد حياته جوه سجن بلده خالص. انا اتمنى بس من النظام انه لو مش هيعرف يحافظ على قتل المعتقلين جوه السجن فعلى الاقل احترموا دمهم حتى بعد ما يموتوا. في نهايه الحلقه، لو بتتفرج على الحلقه دي من خلال السوشيال ميديا تقدر تشوفها كل يوم خميس حصري على التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي موجوده تحت الفيديو ده. اشترك في قناه جو شو على اليوتيوب وفعل زر التنبيهات يوصلك جديدنا اول باول. تصبح على خير، اشوفكم الاسبوع الجاي.